اهلا وسهلا بيكم متابعي جمهورية اونلاين لريادة المساء. بس جديد شهدت حقيقة امر تمثال ابو الهول، شهدت توافد السياح جميع انحاء العالم، وشهدت الوقوف على حقيقة تمثال ابو الهول. زي ما انتم شايفين التوافد عامل ازاي، شايفين الاعداد اللي جت تكتشف حقيقة توافد حقيقة نوم ابو الهول. هل فعلا عينيه مغمضة ولا لا؟ نشوف مع بعض انا وحضراتكم. هل فعلا هو كان نايم ولا دي إشاعة؟ شايفين التوافد، توافد من السياح والأطفال كثيف اليوم بعد ترويج إشاعة نوم أبو الهول. السياح متوقع يكون اليوم على تمثال ابو الهول بالالاف، توافد السياح كل أنحاء العالم الدول العربية، مشاهدة حضارة 7000 سنة، نشوف يا ترى أبو الهول فعلا مغمض ومريح شوية ولا زي ما هو فتح من 7000 سنة.
انتوا شايفين الاقبال في تزايد. الجو النهارده ممتع جميل زي ما انتم شايفين، السياح مستمتعين بالجو، حضارة 7000 سنة.